انا بغيت نعرف غير علاش انت مقلقه. الناس راه كيمشيو للحفله باش يضحكوا ويتفلوا ويحيدوا غم على قلبهم، ماشي باش ينوضوا الصداع والمشاكل. شتي اللي بحالنا، اللي بحالنا حنا يفوتوا الحفلات، يفوتوا الحفلات حسن. علاش؟ شنو درنا باش نوصلوا لهذا المستوى؟ ما عرفتيش علاش؟ لا كضحك عليا، بغيتي تدوخني ياك. انا علاش غنضحك عليك وعلاش غندوخك؟ علاش؟ سمعي راه تبغي نقول لك واحد القضيه. شتي الا كان غير داكشي اللي في راسك راكي غلطه وغلطه بزاف. لا سيدي لا، ما غلطاش، لان هذا الشيء شفتو بعيني وسمعتو بودني، حتى حد ما قالها ليا. شنو شتي وشنو سمعتي؟ شتيني كنقول الصواب وتنقول الكلام ديال المجامله؟ ويا حسره هاد السيده دابا انت اللي كتهضر عليها، رانا سبق لي قدمتك ليها في الاداره، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ لا خويا، بزاف 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 على الصواب وبزاف على المجامله، تعديتي المجامله ليه؟ على ما شتي راسك كيفاش كنتي كتشوف فيها؟ عينيك كانوا غادي ياكلوها. شوفي انا الله يخليك، ما عندي ما نشوف، بعد مني عصبتيني، بعد مني الله يعطيك السر. اوف سير خليك انت على خاطرك، خليك انا ما عنديش الوقت باش نبدا نهضر في هاد المواضيع الخاويه، خليك لالا حتى تقتنعي على خاطرك. صباح الخير. البارح نسيتي بوحدك مزيان؟ ماشي شغلك. انا بعدا نعس مرتاح مع راسي، مع صداع الحفله والهراج اثر لي على اعصابي تحدوده. لطيفه كون غير داروا الحفله الجمعه ولا السبت كون راه سمعنا ناعسين كاع من دوكا. انا عارفك علاش هاكا معصبه، حيت دابا نفطرت بوحدي وخليتك بالحق، انا غادي نخلص الحق ودابا انا غادي نفطر معاك كنونسك. خولي شويه نتي، كبر راسك، راه يدك عندك، انا غادي نفيق ايمان. شتي ملي انتي المسيمي ما هكا، انا هاد اتاي ما غنشربو شي، انا غنهبط للطوموبيل وانت غادي تسالي خلطه عليا وما تعطلش. غسل حنا تابعينك. إيمان إيمان يلا لطيفة تغير احنا تعطلنا وانا كرهت. الله يطبع العذاب. ما تعطلناش ولا لطيفة. ماما صباح الخير. لاباس مالكم تعطلتوا؟ غير سكتي يا ماما، كنا البارح في واحد القصاره الهلي عيدها عليا. ياك لاباس من بعد نعاود لك. الله ماما لا عييت، وقتاش تسال عليا هاد العطله؟ خلاص تعدمتي يا الحبيبه ديالي، قضي عمر العطله وما يجي منها. لالا انا كنصبح على الزين لالا ولالا وعلى هاد الزعوريه والبيوضيه، غير كتفكرني غير في الله يرحمها. صباح الخير عليكم. صباح الخير سارة. اجي اجي بوس 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 خالتك بوس. وانا مشيت راه اللطيف كيعايني. خليني من عبد اللطيف داك خيب الصيفه. قلي نعم كيش دات القصاره البارح؟ ويلي ماما واش دابا وقت القصاره يا ماما؟ رانا مزروبه. ايوا وشنو غتخلي لي راسك يحرق لي؟ لا ما غنخليش يحرقك، عشيه نجي نعاود لك. باي باي عليكم. مالهم عاوتاني ياك ما كاين باس؟ وانا عارفه على هي فراتو ليا ولا عطاتني خيط من مخيط خلاتني معلقه. وسير سير سير نفطر. يلا الجامع جاب العشيه. صباح الخير اختي. صباح الخير. الا سمحتي عافاك بغيت نسولك. واخا ما كاين مشكل. ما جازك بخير، ما عرفتيش جاتك وفين مشات؟ مصباح انا كندق وما جاوبني حد. هادي واختي ديك النهار هضرت مع ماما قالت لي انها مسافره. مالي يا عمتي مالك يا اختي؟ جايه نجلس عندها وهي دابا مسافره. علاه منين انت؟ انا ساكنه بعيده وما عندي دابا لا فلوس لا فين نمشي لا والو. واش غادي نقول لك؟ انا اختي دابا مزروبه، مشى عليا الحال الخدمه، ترجعي في العشية أنا غادي نرجع عندي بنتي من عند ماما. رجع أختي رجع، ما عندي فين نمشي. رجع وبلاتي. عندي شي حاجة هاكي؟ لا 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 عافاك الله يعطيك السر. وأوا غير شدي باش تقضي حتى العشية ونتلاقاو. الله يرحم والديك أختي. يلاه الله يعاونك. انت عاوتاني تعطلتي، بغيتي تسمعينا الهضره من عند المدير.
طلبنا غير واحد البنت كانت تسول على جارة ماما. وانا تفعل جنود البنت اللي بقى كانت سنانة. وصافي سيدي ما كاين مشكل غير البنت بقات فيا. ايوه مالكم واقفين هنايا؟ كان عينك اش تعطينا؟ لونترينور باقي ما جاش؟ يا ولا لا عندك الزر حتى هو مازال ما جاش. كيف ترى انه ماشي من عادته؟ ما كان دابا جيتي صاحبتي. اختي ما فقتش بكري جيت حتى لنا عاد بدلت حوايجي. اجي بعدا قولوا لي العرس ديال زينب ما غاديش تمشي ولا؟ شكون زينب بعدا؟ وي هذيك الخدمه في البيرسونيل هي كاع ما في بالي انا والو. لا لا قالت لك هي في حقها ما عضتش على كل شيء لان هذا الزواج غير جو ونزل العريس غادي مزروب مسافر. قال لك لا لا كيدير التجاره في هولندا وغتسمع في خدمتها. واختي سعداتها والله الا انا تقهرت ما حيلتي الخدمه ما حيلتي للدار ما حيلتي الايمان اللي جالسه ليا من ليكول. هي حتى انت جالسه بلا خدامه بلاش اللي جات كدير ليا زبله قد راسها. ويلا ويلا شوف المدرب واجا. يلا يلا مشي يلا يلا. لا انت صاحبتي ما عندك ملاش تشكي خدامتك غزاله شهوه منها. صاحبتي انت نسيتي اش بعدا فكرتيني اش تسيب هذيك الخدامه المعكزه ديالك؟ بصح شنو درتي معاها؟ صيفطتها لي وتنيت منها. في الحقيقه ما بقى على من تعول. خليو بحالي قابلوا ديوركم وما تخليو حتى ديك المراه تدخل عليكم. على حنا بحالك؟ انت تبارك الله عليك انا بعدا اختي عييت ما بقيتش قاده تقهرت. حتى انا زيديني عليك. شتو البنات؟ ايه هاد الصباح وانا خارجه من دارنا تلاقيت واحد البنت كتسول على واحد جارتنا مسافره. قالت مسكينه ما عندهاش فين تمشي درت نتلاقى انا وياها في العشيه وها هي جابها لك الله. خذي اختي خدميها عندك. ويلي غدخري لدارك وحده ما كتعرفي لا اصلها لا نفصلها لا والو. لا لا هذه باين عليها مسكينه درويشه وكلهم في الاول تيكونوا دراوش ومن بعد يا اختي كيفرعنوا. قالت لك ما عندهاش فين تمشي مقطع بها الحبل. واختي جربيها مالكيش غتخسري. شيش غادي ندير؟ هاد الليله غادي نخليها عند ماما وهي اللي غادي تعطيني اخبارها. المدرب جا على سلامتنا. لطيفه الا كنتي غتعطلي انا نمشي نخدم شي شغل ونرجع. انت خصك غير فوقاش تهرب من ماما حتى هي سيدي ما عندها ما دير بك. لطيفه واش انا جبت لك شي ماما كل امك؟ عباد الله انا قلت لك عندي شغل نمشي نخدم ونرجع. عارفه اش من شغل سيدي كاين دابا؟ الله يهديك لطيفه الله يهديك عافاك انت ديما عزيزين على المشاكل. انا غنغبر خمسه ديال الدقيق ولا 10 وغنرجع. لا خاي ما عزيزينش عليا المشاكل سير جلس فوق مرش قلت لك رجع غير من ترجع كلاكسوني ولا دق وغادي نخرج. بس الخير ما يتسالك شيء بقيتي كتعينيني. هو الكلمة هي الكلمة. ويلا تبعيني للدحش. حبيبه وديالي غير ما الله يرحمها في البيوضه والزعوريه. هالمي ما جات. السلام عليكم. وعليكم السلام. تهدلتي عليا يا اختي يا حبيبتي يا بنتي الخدمه اختي في الخدمه. ماما ياك ما ايمان دارت لكم الهاج؟ لا ما دارتش. شكون هذيك؟ هاد البنت جات عند المراه جارتكم اللي في الدوره اللي قلت لي مسافره. عبوش ملي ما لقاتهاش ما عندهاش فين تمشي. ايوا شنو باغيه تخدم؟ ما عرفت ما سقسيتهاش. اجي انت مع ملالة باغيه تخدمي؟ انا بغيتها الشريفه. اشنو سميتك بعدا؟ سميني الزهره. ايوا وعبوش اش كتجيك؟ هي خالتي كنت عواله نقضي عندها شي يامات ساجيت وما لقيتهاش. ايوا وملي ما لقيتيهاش شنو ناويه دابا ديري؟ في حقيقة ما عرفتش هي اللي عندي في هاد المدينه. اجي تبقاي معانا حتى تجي خالتك؟
ما كرهتش الا بغيتها الشريفه. شنو ظهر لكم؟ انا في نظري تبات معنا مسكينه هاد الليله ومن غير غدي يحن الله. ويلي يعطيك ضر فين غنديروها؟ ماما ماما ويلي ماما على قله البلايص تبقى معنا غير هاد الليله. ايوا يكون خير ملي تجي غدا تجيب ايمان غرد عليك الخبار. وسير تجلس سير. وداك خيب الصفه ديال راجلك فين هو؟ ها قال لك عنده شي شغل كيتو. هو وشغلو خايف مني خايف يدخل الدار لان ما كاينش اللي عايقلو تحرم يد ديالو قدي انا. ايوا الحمد لله اللي قلتها فمك. اسكت انت الله يغصبك. انت ديما كتجي منه بحال اللي متساويه معاه. ماما وها نتوما لا تشديتو عاتاني غادي نمشي بحالي. صافي هادشي اللي عجبك هانتي غادي تجري عليها دابا. صافي ها هو جا هو كيدق في الباب. يلا بسلام عليكم. ذكر هذاك ووجد له هذيك. ها ها لطيفه ها قل له المحبه راه هي متبادله الا كان هو كيبغيني حتى انا كنبغيه. والفهم يفهم. وخلاص ماما حتى انت ها شوفي غادي تباتي عند ماما هالليله وغدا يكون خير. واخا لاله ماما اه ايوا تهلاي معلوم غيكوني هاني اختي. لا لطيفة كي دايرة؟ لاباس؟ هاديك الغزالة؟ كي دايرة؟ لاباس عليك؟ شوفي عمو واش جاب لك؟ هاك شكرا عمو. الصحة الغزالة. صحة مين؟ نعم لاله. شفتي شي سلعة جديدة؟ شفتي لاله الفرماج وجد كاشير وبيسكوي وواحد شوية ديال المايونيز. وخلي لي كرة الفرماج كبيرة والبيسكوي هذاك اللي كتبغي يبان بنتي. واعليها لاله هنا شوية يكون عندك. واخا ونوصيك المرة الجاية جيب لي الرز والزبيب والبرقوق. عندك ينسى الشكلات ديالي وشكلات ديالي. لا 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 ما ينساش. انت الاولى هذه المره. والعسل داك الماركه المزيان. واخا لاله وحسب كل شيء وجيب لي الحساب. وعليه يلا. ما سولتش على السي عبد اللطيف. كي داير السي عبد اللطيف؟ لاباس بارك الله. لاباس عليك. لاباس سيري الله يخليك. سلم عليك الخير. يا المسرارة يا حسرة يا المسرارة. الله صافي سجنتي في الكوزينة وتهنيتي. إيوا شنو بغيتي نبقى حطة قدامي كانت منظر فيها؟ واش تيلي البنت كي دايرة؟ ويلي كنتي كتعيني في لطيفة غير تجيبها لك. هي باش تعاوني ما شتي شي حالتي كي ولات ويديا كي ولاو. انتي ولطيفة ماما طبع واحد ومالو تيجاك طبعنا حنا في الله شهوه منا. دابا كي جاتك هاد البنت هادي مزيانه ايوا اش غنقول لك هي من ناحيه مزيانه راه مزيانه ومدروشه ولاني بنادم هذا ما تعرفشيها شنو تحت راسو الله اعلم. انا راه ما بقيتش نثق فيهم. لا 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 ماما انا كتبان لي بنت الناس وحتى لما بغاتش لطيفه ناخذوها حنايا. شنو نديرو بها لالا؟ ويلي ويلي كثيرة كثيرة سنة ومجهدة علينا. لا شوفي غير داك الكرداسة وما دارت فينا عساك هادي. لا اخت لا نخاف منها نخاف على راسي. لا 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 ماما شوف ما عندك مناش تخافي باينة فيها بنت الناس وحاد قف شغلت بطار غادي تجيك على قانتك. غادي تجيك على قانتك انت. فهمتك فهمتك يا الفنيانة انت اللي ما كتقدرش تحطي يدك حتى في الماء البارد. ماما صافي بدينا فيها عود ثاني. دابا هضر هضر لينا معاها وشوفها وميزها وعرف راسها من ساسها. ايه ما نخافش عليك تعليك تصاصية في الخدامات. ايه غنهضر معاها وغنميزها وغنشوف ماها من هواها وانت غتشوف. وحتى لما قدرتيش على هاد المهمة خليها لي انا. اين مهمة؟ مهمة البحث والسنطاق. السنطاق؟ دخلت عليك بالله لما نضرق عليا كمرتك سرت سات بدات عود تاني. واصبك بسم الله الرحمن الرحيم كلكم كتسعروا مني.
صباح الخير. صباح الخير في البنت. راه خليتها مع سناء. ايوا جلس جلس تفطر. صباح الخير يا لاله، كسمحتي لاباس؟ لاباس؟ انا في الكوزينه انا بغيت شي حاجه. نكب لك؟ لا لا ما بغيتش. بابا فاق؟ لا مازال. انظر ماما شنو ظهر لك فيها؟ ايوا واش غنقول لك يا بنتي؟ ما نكذبوش على الله. باين عليها درويشة ودخلها سوق راسها، وليني الدخلانية علم بها الله، ومن هاد الشي كله حضي راسك. لا 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 غير كوني هانية، أنا من هاد الناحية ما توصيني، حافظة صوري عارفة اش كندير. اليوم ما كاينة ثقة لطيفة بنتي، ما كاينة ثقة، عاودني منك. ويلي يا ماما أنا بغيتها غير هاد الشهر، غير نشد الكونجي وتحل المدرسة وصيفتها بحالها. وغير هاد الشهر وحضي راسك منها. ما سمعتيش على شنو وقع البنت الحاجة السعدية مع الخدامة؟ هي كانت خدامة حتى ولات لها شريكة. ويلي يا ماما على انا هي بنت الحاجة السعدية، هذيك راه كان بوها كاع ما كتعرف تصرف. وشتي البنت بعدا كي دايره؟ كي ضاربه على العين. اي والله يحضر السلام وصافي. قل لي بعدا قلتيها لذاك خيف الصفه ديال راجلك؟ شافني معاها البارح ولكن ما عرفش واش غادي نديها ولا لا. انا بقى كنقولها لك، انا باريه منك، اللهم اني قد بلغت. الراجل عندك عينو كيغلي. وماما وماما واحد غادي تدخلي لي الشك وغادي تخلعيني، عارفه شنو كندير وحاضيه راسي. واخا لا لا يلا المهم انا غادي ندوز وفي العشيه غادي نجي ناخذها. واخا لا وصافي صافي غير تهني. واخا لا يلا سلامه. بالسلامه. سلامه الله يحضر السلامه. البنت انا ما كتسول كتسول على هاد السيده ساكنه هنا خالتي. خالتك هو خاطكرا شحال هادي مسافره؟ ما عرفتش كنتي تجي. لا ما قالتليش، ولكن بحق وصاتني قالت لي الا جا شي حد سول عليا قولها مسافره. طولات بزاف. ايوا انت خالتك وما عرفاش مسافره؟ ما علمتنيش حتى جات وتفاجات. وعند من جالسه دابا؟ جالسه عند حاجه خدوج. حاجه خدوج. يا لطيف يا لطيف، هذيك الموسوسه ثاني. شوفي حجي خالتك ونصيفطها لعندك. الله يرحم والديك. اختي وقلتي شنو شو سميتك؟ اسمي زهره. مشرفي. بالسلامه. بالسلامه. حمدره كي درتي مع البنت؟ وهاد الساس الصباح عند ماما قالت لك درويشه يمكن تعاشر. وزعما ماماك غتقدر تعرف البنت من ليله وحده. ماما كطيرهم غير من عينيهم. ايوا اختي حتى الراس بنادم ما تقدريش تعرفي شنو كيدور فيه. علاه انا غادي تجلس معايا دائما؟ انا غير هاد الشهر على بال ما تدخل ايمان بنت المدرسه والله يعاونها. حقا فكرتيني، فين امينه؟ حنا مازال كنهضروا عليه، مشات هي لاله العروبيه قالت لك غادي تقلب على خدامه هي وراجلها. عاوتاني. وانت كتشوفي. تبعيني نوريك فين غادي تجلسي. اجي. شوفي حوايجك ديرهم في هاد البلاكار هذا، هانت عندك الفوق وعندك التحت. واخا لالا. الله يخليك ما تخرجي حتى نعيط لك. واخا لالا. فكرتيني، الا عيط لك عبد اللطيف راجلي ما تجاوبيه ما تخرجي عنده حتى تسمعني انا عيط. تفاهمنا؟ واخا لالا. وهانت ارتاحي مع راسك. على خاطرك درتي اللي بغيتي وبلا ما تشاوري معايا. يا سيدي علاش غادي نتشاور معاك؟ الخدامه جبتها باش تعاوني في ايمان اللي جالسه من المدرسه. الله تفضل الله يهديك، ما عرفتي لاش شكون هي ولا منين جات ونديروا هاد الخدامه خرجت لك بحال الاخرين اللي ما تدخلش. يا سيدي تصدق ولا ما تصدقش، ما عندي ما ندير بها غير هاد الشهر والله يعاونها. غير انت يا خويا عبد اللطيف اعطيها بالتقار. نعطيها بالتقار؟ اه. دابا انا ما بقى عندي راي في هاد الدار. يا سيدي الرأي كله ديالك، غير في مسألة الخدامة أنا مزوقة فيك، أعطيها التقار. يا هادي واحدة أخرى. تقلقتي. سير. لطيفة. سميتها هاد البنت؟ وعلاش بغيتي تعرف سميتها؟ لا بغيتي تشرب. واخا، إلا بغيتي الماء غادي نجيبك تشرب. ويلي، علاش غتعذبي راسك؟ ياك البنت كاينة. البنت حسبها ما عندناش. بغيتي الماء انا غادي نجيبو لك. كم مرة تصدرت والله الا تصدرت شي ديك البنت ديرها زوها قف ودنك انا يخليني نقرا. هاك هالما
الا بغيتي شي حاجه اخرى قولها ما حدي واقفه. انا بغيت غير نعرف علاش كتصرفي معايا هاد التصرف، واش ما تيقاش فيا؟ فهمها كيف ما بغيتي. وعباد الله، واش الخدامه من بنت معايا في الدار ما نعرف سميتها ما نعرف شكون هي، ما تسخر ليا وهضر الحماق بعيني. هاد الشيء اللي كاين، الا بغيتي شي حاجه قولها لي وانا نجيبها لك. اش بغيتيها وعلاش بغيتي تعرف سميتها؟ هي شي حاجه تحط راسك. وعباد الله عباد الله، واش هاد المره عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ ما عنديش. شحال من مره قلت لك وعاودت لك انني ما عنديش ثقه في الرجال. وعباد الله، دابا انا مدوله مجوج انا وياك وما تيقاش فيا، بمعنى هادشي راه تيخرج العقل. هذا ماشي شغلي، ما كيهمنيش. لطيفه، راك زدتي فيه وراني غنتصرف معاك شي تصرف اللي ما غيعجبكش فيا الحال. اش بغيتي دير؟ شنو جهدك كاع؟ عندك صحابك كنخاف منك. نسي ميمه، انا لا ما تخافي مني ما نخاف منك، غير اعطيني اتساع انا غنعس هنا. وعلاش؟ يا لا علاش؟ بغيت نرجع فيها شي حاجه. هادي هي اللي ما غاديش تكون لك. واش حتى هادي نويتي فيها شي حاجه؟ قلت لك ما غاديش تنعس هنا، غادي تمشي تنعس بيت النعاس. لطيف لطيف، انا مزاوق فيك، الله يخلي لك امي مسكين اللي كتجي منك. الا ما بعدي مني عطيني اتساع خليني نرتاح. قلت لك لا، ما غاديش تنعس هنا، غادي تمشي لبيتك وتنعس. حتى انا قلتها لك، الله يعطيك الستر الله يعطيك الستر. يخ، غنمشي نعس بيت الناس. خوك شرويطه. اعجبك لي نشتغلوش. انا غتسطيني ولا تركبي عليا الحماق. حلت عليا رجلك؟ لطيفه، نودي تمشي لخدمتك. خليني بغيت نعس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نودي هذا وقت خدمه. بعد مني بغيت نعس شويه. يا ومصيبه هذه يا عباد الله، شوفي ها انا غنمشي نفطر بوحدي وانت ملي تفيقي فيقي معك البنت. فيك عملنا نسي شغلك هذاك. صباح الخير اشرف. صباح الخير. هي انا البنت اللي جيت نقص معاكم. مرحبا بك. مرحبا، الله يخليك، بغيتك تجيب لي الفطور. واخا سيدي. شوفي، غتبدا عند البقال اللي لتحت وتقولوا لي عيد الله يعطيك واحد جوج كميرات ياك و 200 غرام زبده و لتر الحليب. واخا سيدي. هانتي غير تهبطي لتحت الدور على يدك اليسار راه هو اللون. كون هاني صافي. الله يعاونك. صباح الخير. صباح الخير سيدي. انت جديد عندنا في العمارة؟ ايه علاش؟ لا حيت عمري ما شفتك هنا وصافي. جيت عند هاد الناس اللي ساكنين هنايا. هنا عند لالة لطيفة؟ ايه. هي خدامة عندهم؟ لا ماشي خدامة، هي جايبيني مؤقتا نجلسو مع البنيتة الصغيرة. ايوا لالة مرحبا بك عندنا في العمارة. يبارك فيك. اجي بعدا ما قلتيش ليا شنو الاسم ديالك؟ اسمي الزهرة. الزهرة، غزالة تسمية عندك. وانا حميد، تعيطوا لي الشمالي. متشرفين، راني مسخرة عارفك. واخا. لطيفة منين ديال هذه الثمانية؟ شنو؟ الثمانية من وين تمشي خدمتك؟ شحال قلتي؟ واه الثمانية. عجبك الحال خليتني بلا نعاس. أنا خليتك بلا نعاس؟ ياك أنا عطيتك التيسع. زهرة اين فين مشات هادي؟ اصبر هي جاية. ها هي جاية. ها هي. فين مشيتي؟ مشيت نتسخر. لا لا، شكون سخرك؟ صيفطني عزيزي. عزيزي سير
دي داكشي الكوزينه سيري. يا قلت لك خرج سوق البنت، علاش بغيتيها؟ لا سخرتيها، باغي تحداني ياك؟ لا لطيفه، مالك مسيمه مالك؟ علاش غنتحداك؟ انا خرجت في الصباح لقيتها قبالتي صيفطها تسخر، هذه عش فيها من عيب. لقيتيها قبالتك ما تهضرش معاها، خوي لها الطريقه اش بغيتيها. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شتي انت، انت انا غنمشي لكم لداركم وغنهضر مع اختك، لان هي الوحيده اللي كتفهمني في ديك الدار. غادي نمشيو بجوج، وحتى انا غادي نهضر مع ماما، لانها بصح هي اللي كتعرف توقفك في طريقك. اويلي اويلي على الراجل، لقى لي فاش يتسدها. واخا واخا دابا نشوفو. خوك شري ويطا. انا الخدامه ما جبتهالوش، جبتها تعاوني في البنت اللي النهار كامل وانا غاده بها مجال عندكم، وزيدون ما عنده بها غرض، ما يشوف فيها، ما يسولها، ما يسخرها. اولا ماما اسمع انت، هاد الكلام اللي كتقول البنت كله عندها فيها الحق. الخدامه اعطيها بالتقار، ما بينك وبينها شي، ولا راني غادي نعرف شغالي معاك. وانا علو الشيطان واه، واش البنت جالسه معاه في نفس الدار وما يشوفهاش وما يعرفش حتى سميتها؟ هذا راه خرج العقل هذا. سكت انت، سكت انت، الله يغصبك. وقولي له مثلا الله يخليك، راه انت الوحيده اللي كتفهميني في هاد الدار. ها هادي جاتك على كانتك، بغيتيها على ود كدير لك خاطرك في كل شيء. دايره لي خاطرك؟ شنو كتقصدي على الخدوج؟ ايوا انت عارف ماما اش كتقول، وكتفهم قصدها مزيان. دخلت عليك بالله الا ما صبر، راك مولف على طبعهم، وحتى انت ما تبقاش داير راسك فيهم. هلا هلا لا، كيفاش جيناك؟ اه حماق، كنضربو بالحجر. اليوم اللي قال الحق كيتسمى حماق. والله الا تجروا على ايامكم ان شاء الله. اي والله يبقي ستر. دابا مالكم على هاد الصداع؟ اسيدي لما تفهمتوش على الخدامه صيفطوها عليكم وتهناو. انا هاد الخدامه راه ما بغيتهاش غير مبزاها على راسي. عباد الله فهموني، رانا عندي الغرض بها غير هاد الشهر. انا طيفة، منين هاد الخدامه عندك بها الغرض غير هاد الشهر؟ علاش موضه هاد المشاكل على الخو الخاوي؟ واش عباد الله انا هاد البنت هادي باغي نشوفها ولا نهضر معاها لله في سبيل الله؟ ولا ديك النيه العوجه اللي كتنوي فيا؟ شتي بصراحه هادشي اللي كديري ليا راه كيسيء ليا. ونقول لك واحد القضيه، انت راه ما عندك ثقه فيا. ها على اليوم كاينه شي ثقه في الزمن ولا في الرجال؟ صبر 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 صبر. قلت يا سيدي باغي تلقى حريتك في الدار، باغي تشوف الخدامه وتهضر معاها وتشوفها غاده ما جا قدامك. ايوا جاوب، قول 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 شي حاجه. انا لا خدوج، انا راه باغي نشوف بحال اللي كيشوفوا عباد الله. صافي صافي يا سيدي، ما كاين حتى مشكل، صافي. ويلا اخويا يلا نشوف حنا. ايوا ها ها انتما لقيتوا الحل. سكت انت الله يغصبك، قول له انت اشنو ناويه تعمل؟ غدير له خاطرو في داك الشيء اللي بغاه. ومالها ماما الا دارت له خاطرو؟ خليهم بيناتهم. اويلي سكت انت الله يغصبك. ماما ماما صافي صافي ويلا نشوف حنا، راه البنت كرة قتلت راسها بالبكا. قل لي نعم اشنو ناوية تعملي؟ علميني ماما، ومن بعده غادي نقول لك. سنة اللهم الله اختي هادو اش تيدبروا لي. واخي ساهف ساهف اخويا عبد اللطيف. اش نقول لك؟ الله يخرج الطرح بسلام. ماما وبسلامة هاد الساعة. سلامة. ما عندك زهر، بحالك بحال امك. مالك مزروبه فين غادا؟ غادا غير هنا للمدينه ونرجع. امينه درنا معاها تخط على هنا. وتسناوني انا جايه. حتى انت ما تعطلتيش، فين مشيتي؟ الخدامه اللي عندي ما عندها ما تلبس، ومشيت الريكلام خطفت لها شي حوايج. وزعما هي غترضى لك بحوايج الريكلام؟ وعلاش اللي ما ترضاش بهم؟
الوقتي كاين شي وحدات كيتشرطوا كتقول لك ما تشري غير من الموضع اللي كتشري منه مولات الدار ياك ومن اللي تشري من الموضع اللي كتشري منه مولات الدار غتزين في عينين مول الدار وتاخذ بلاصه مولات الدار ايوا عندك الحق والله الا كيما درتي معاهم كتحيري هاي امينه انت اهلا ويلا راه كيعينونا الهد يلا ايمان بخير عليكم مساء الخير هاد البنت اللي جبتو ما كتلعبش معايا مزيان والله كنت بزاف وانا لا شتي بنتي اللي كانت زوينه بحال كيلعبوا مع بنات القدو سير سير مع باباك للصالون انا غادي نجيب القهوه ديالك اجي اجي معايا للبيت واخا هاد الحوايج رانا شريتهم لك على شهوتي نبغيك تلبسيهم هاد المده اللي انتي معانا واخا لاله الله يكثر خيرك شوفي الا لبستيهم وعيط لك عزيزك يمكن لك تخرجي واخا كوني هانيه لاله وا قيسيهم شوفهم كيف غايجيوك واخا عطيتها شي حوايج تقيسهم المهم عافاك جيب لي خيوانه في البيت واخا غير سير انا غنجيبها لك لطيفة لطيفة افين هاد القهوه ها القهوه غتجيبها الخدامة الخدامة اه مالك جاتك عجوبه انا ماشي عادتك ماشي واحد قدام ماما انني غادي نخليك تبقى تشوف الخدامة الزهرة الزهرة لطيفة لهاد الخدمة سميتها الزهرة اه كي جاتك واش نقول لك المهم سميه لطيفة وحلوة وكتفكرني في سميه خالتي كانت عزيزة علي الله يرحمها هذيك البنت هذيك فين هي قهوتين هذيك قهوتين امسي ميمة هاد البنت زهرة هانتي ها زيد السنية وجيت بعيني كيف جاتك؟ ويلي شكون اللي دار في بنت هاد الشوا هادي؟ على هادي جاتك شوها هادو ما يكونوا غير في عائلة كان مسيميمة سيري حتى القهوة ياك قلت شي بغيتي تشوف الخدامة وها هي قدامك شوفها الشبع فيها شوفان سيري لالا سيري لطيفة لطيفة نديرو جعلنا شي حد وشاف البنت في ديك الحالة اش غادي يقولوا علينا انت ما كيهمك حد اللي كيهمك هو راسك بغيتي تشوفها وتعمر بها عينيك هذيك هي اللي ما غاداش تكون لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاوتاني غنبداو من جديد عرفتي ديري انت اللي بغيتي في هاد الدار عرفتي علاش علاش لان انا شريويطه هاي ماما فكرتيني فين بابا بابا كان لابس 60 كشيفه باش عاد بغى يمشي للقهوه عرفتي ما خرج حتى حمقني عاد تهنيت ماما والله الا حشومه عليك حشومه عليك عرفتي يا بنيتي قهرني ملي كيصبح الصباح هو كينقر وصبري معايا شويه كيسحب لي غير انا اللي مخده مع الراجل ساعك حتى انت لا 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 عرفتي راه الصبر ولا دبر بزاف عرفتي الراجل سعر كثير شي من اللي عطاه الحانوت الخاك خالد ويلي 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 استغفر الله العظيم عرفتي جا السعر ولا غادي وكينقر لا لا يا ماما شي هذاك الحانوت ما كانش خصو يعطيه لخالد بابا بصحيحته ومازال فيه ما يخدم قلتها له قلت هالو لا لا كنقول لها المكي خرج شويه سير فوج سير الجرده سير القهوه هني راسك وهنيني معاك والو
على الاقل يمشي غير الباب الحانة تجلس فيها. واش انت يا ماما اللي كينوض الصداع؟ هو هذيك الجلسه في الدار وقلت الشغل، هذاك الشيء هو اللي كيجيب المشاكل. هو خليني من راسي دابا، قل لي اش درتي مع هذاك خيب الصفه ديال راجلك؟ قل مصبوغ على الله اش درتي؟ عرفتي يا ماما صوبت له شغالو مع الخدامه. قلي واسمعي شديتها يا ماما وخبطت فيها غادي نقولها لك ولبستها يا ماما واحد الدرباله عرفتي رجعتها شوها شوها ما فيها ما يتشاف غير هو يا ماما شافها وهو يتغلع واسمعي اش قال؟ قال لك لا لا حقا ما حقا يجي شي واحد عندنا ويشوف الخدامه بداك الشوها غنزقوا حنا اللي عايبين وسقط ضربها وسقلا. ايوا 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 بنت امك الله يعطيك الصحه عبرتي عليها. بالحق ماما بقى واحد الحاجه. ما هي؟ قولها. سميه. مال السميه؟ شفتي ماما هو قال لك لالا سميه الزهره كتجي حلوه وخفيفه في اللسان. لا تكبروا عطي شي سميه خيب منها. وراك الشيء اللي لقيتني كنفكر فيه. لقيت واحد السمية. قولها شنو هي؟ شنو لقيتي؟ نقولها لك ولكن والله الا حشمت منك. ويلي على حشومه، حشومه راه هي مرت الشيطان. قول قول اش لقيتي سمعني. وعندك تقلقي مني عافاك ماما. ويلي ما غنتقلقش يا بنتي غير قول. شتي يا ماما هو سميه وحده اللي كيخاف منها وكتبرد له الماء في ركابي. اشنو هي؟ قولها قولها ونسميوها حتى حنا. مالك دير لي هكاك بصبعك؟ اشنو انا ما فهمت والو. سميتي انا كيت وتشوابي ليلا يتكبروا. هاي انا بزاف عليه حامضة عليه. ايوا سميت خديجة اللي ما عندوش في الدار يكتبها في الحيط. ماما عافاك ماما الله يعطيك السر وشوفي الا كنت عزيزه عليك الله يعطيك السر ماما وسلفيها لنا غير شهر. واش غنقول لك؟ قولوا لا خدوج واخا ما تستاهلهاش. ربي يخليك ماما ربي يخليك لي يعطيك السر. صديق اهلا سيدي بخير كي داير لاباس عليك؟ وفين الغبره اخي توحشناك. موجود غير ما كنتلاقاوش وكنت باغيك والله الا جابك الله. نعم سيدي. شوف عفاك الله يخليك واحد البنت راه ولات عندنا في الدار الا جاتك على شي حاجه اعطيها ليها بحال كدير معنا. وعليها السي عبد اللطيف كاع اللي جات من جهتك سمن وعسل. تتسني خويا شي حسيب ياك. لا ما تنساك والو تنساك الى الخير والاحسان. لا هو الا باقي عقلي ينفعني الطلب الاخر ما خلصتولكش. وي الله يديك السي عبد اللطيف اسيدي ما تنسالك والو غير كون هاني اش تنسالك. لا 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 سيدي عافاك الله يخليك السي حميد راه قالوا عافاك الحساب صابون شحال. عبد اللطيف حنا ما بيناتنا حساب. شد سيدي شوف تهلا لي في راسك وسلمي على مولاي الدار. يلا تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. لطيفه؟ نعم. هذا حامد جارنا اللي كيجيب لنا السلعه واش كيسالنا شي فلوس؟ ايه كيسالنا لحقاش هاد الشهر خديت ما عنده شي حاجه. العجب علاش؟ دابا انا تلاقيت معاه في الدروج قلت له واش كيتسالنا شي حاجه؟ قال لك ما كيسالش. ويكون غير نسى. نسى؟ هاد غير شي حاجه لطيفه. وشنو زعما؟ واش غنقول لك الله اعلم انا مزوق فيك خوك فيه الجوع تقيني. واخا خدوج اسمح مراح ماما ممكن لا ويلي على ماما حنا الا لا كانت غادي تكون محشيه في الكوزينه. خدوج جيبي العشاء. واخا لالا اجي يا قلتي لي سميتها الزهره. حتى انا كنت كنسحب لي سميتها الزهره وملي شديتها وبقيت كنبحث فيها نبحث قالت لك غير بغات تسمي راسها الزهره. ولكن شنو خصنا نعيطوا البنت بسميتها الحقيقيه مسكينه. عائلتها ما لقاو ما يسميوها غير سميت خدوج. وعلى مالها سميت خدوج ماشي سميت ماما؟ هذا هو المشكل. شنو المشكل؟ لا دابا اللي بغيت نقول لك راهي ما تفهمناش انا ما فهمت والو. ولا كذبتيني ها هي سولها. اجي انت اجي سميتك؟ سميتي خدوج. ياك ارتاحيتي بقيتي على خاطرك؟
خوك شراويطة. هما هما دابا خرجوا. إيمان راه ناعسة ونمشي بالزربة نبدل عليا حوايجي ونخطف راسي نشوف خالتي وجات ولا باقي. زهرة فينات الغبور هادي؟ شحال هادي وقيت شتك؟ أنا غير في الدار ما عندي فين نمشي. وعليها زعما ما تيخليكش تخرجي؟ حاصراني في الدار ولا خرج يا إما نبقى يا إما عندك. عندي؟ ولا شحال هادي ما شتك؟ وشحال هادي ما جيتي تاخذي معايا السلعة؟ خليني دابا راني مزروبة. أجي ياك ما غاديش يبقى صعيب علينا نوصلك. لا لا غادي نمشي بوحدي غير الله يرحم والديك إلا شتي وما تقول لهمش راك تلاقيتيني. وعلي وين ما تخبريش. الزهرة؟ لاباس شريفة لاباس. لاباس اللهم لك الحمد. عاود جيت تسولي على خالتك؟ وجيت تشوفها واش رجعت ولا باقي. إوا طولات وماشي عادتها هادي. وعلى ما بان لي واقيلا مشات عند بنتها اللي في طنجة. وانتي فين غبرتي؟ انا مابقاش عند الحاجة خدوج وليت عند لالة لطيفة. اه بعدتي؟ واه الحاجة خدوج رغباتني نقسم على لالة لطيفة كيف عارفة عندها البنتها صغيرة وهي خدامة داكشي علاش. إوا سعدالاتها هي بعدا لقات لي حلها المشكل دغيا. وقولي لي بعدا كيداير مع ديك العائلة؟ واه خليها على الله وخلاص. لالة لطيفة قاصحة شوية كنت تشوفي كي كتعاملني في الدار بطريقة غريبة حتى من اللباس كتبدلولي انا خرجت بالسرقة هكا وصافي. سبحان الله العظيم بحالها بحال امها. ايوا هانتي الله يرحم والديك كتبان لك خالتي. قولها راني كندوز نسول عليها ديما. واخا كوني هانيه عين سمح حسها ونقولها لا تخلط عليك. ايوا انا نمشي يا حبيبه بسلامه. ايوا لا واه ماشي جيتي حتى لهنا ما تشربيش شكوى زيالاتي. والله الا راني مزروبه راه غير كنت خارجه نقضي شي حاجه وقلت نجي نسول على خالتي وخلاص. ايوا واش غنقول لك الله يكون في عونك مع ديك العائله وخلاص. هو غير دعي معايا. ايوا الله معاك بسلامه تسع. عبد اللطيف نعم. دير في بالك ان ايمان غادي تبقى معاك لحقاش انا والبنت غادي نخرجوا نتقداو للعيد. ما بقى قدامي غير غدا. غير نتوما ما تعطلوش عفاك. ايوا ما خفاكش العواشر هادي راه غادي يكون الزحام. ماما ديني معاك. لا بنتي غادي تبقاي مع باباك. نتي بنيتي غاتبقاي معايا وغنجيو نوريك ان شاء الله القهيوه. وشري لي الشكلاط. ها شريك الشكلاط؟ انا ماشي الشكلاط انا نجيك الشكلاط والشكلاط وعاوتاني الشكلاط. انا مشيت. انت ما تعطلش عفاك. واخا الا بنيتي قولي باش نخرجوا دغيا. مالك حليبه؟ مرحبا. عطيني الله يخليك واحد الحلوه ديال اللوز كيلو وديال كوكو كيلو ونص. هو الاول لالا هو الاول. انا لالا بقى خاصك شي حاجه اخرى؟ صافي شحال حسبتي عليا؟ 230 درهم. قولي لي لالا. نعم. هاد السيده هادي اختك؟ علاش كتشبه ليا؟ ايوا شبيهه شي شويه. انما اش؟ انما العوينات الله يحفظهم وخلاص. داك الشيء باش هربنا باش طحنا الله يبقي يستر ما بقى عندكم شغل. ياك ما تقلقتي يلا فحلنا. شحال مغيارة دي داكشي الكوزينة ما خرجتوش؟ خرجنا ورجعنا. أنا نبدي مشيت القهوة وشربت المونادة. شربتي المونادة؟ وشري لي حتى الشكلاط. أي على الشكلاط وقلتها بنتي قلتي. ألي لا شنقول لك؟ برافو عليكم أنا راه غير هاد الصباح خرجت لي العقل. إوا شتي على تمارا كنضربو مع الدراري. ماما شريتي لي معاك شي حاجة؟ درتها قداش نسيتها بنتي والله إلا نسيت. أجي بنيتي عندي أنا أجي عند باباك الزويون أنا اللي غنشري لك الحاجة وما غنساكش. شتي يا ماما بابا ما كينسانيش. راه غير بغا يخاصمنا غير بغا يخاصمنا. خدوج حلي الباب.
الخير. لا بس اش بغيتي؟ بغيت نشوفك. اش تشوف فيا؟ اشكون؟ قول لي اش بغيتي نقول لها. ها تنضحك معك. قولي للا لطيفة بينك سالي وسطاتني اللي راه موجودة معاهم كيف هضري؟ هذا السي حميد جارنا للا لطيفة. سي حميد اهلا. اهلا بخير. لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. سيري عمدرا جاتك السلعه راه وصلتك؟ هي موجوده لالا هي توصلت بها هذا الصباح هذا. ها سلعه جديده وطريه. لالا لطيفه الله يهديك. واه الا ما تهلاش فيك انت فين غنتهلا؟ شوفي غير كوني هانيه السلعه فريشكا غير صيفطي معايا شي حد ياخذها. واخ خدوش. نعم لالا. سير جيب معاه السلعه من التحت. واخا لالا. اه صافي تمشي معايا؟ اه يلا. هادشي كامل درتو غير باش نشوفك. تشوفني ياك عشتيني الصباح ولا تبقى غير تشوفني؟ راك عزيزة عندي ما عرفتش كيفاش تخطي لقلبي. مسكين دغيا دغيا تخط له قلبه. شنو زعما ما تخطيش فيا؟ سربي سربي عطيني السلعة نمشي بحالي. واخا لالا. ديالك انتي علاش تعطيها لي انا؟ باش تعرف راسك بانك عزيزه عندي. يلا خذي. لا لا يخطيك. سلام. سلامة. جيتي؟ انا شو داكشي اللي جبتي؟ وحطها مع الصخره اللي جبنا من السوق. واخا لالا. بلاش بلاش بلا ما ترتبي سيري لبسي حوايجك حوايج المعلومين وديري النظر اللي شرينا. واخا لالا. جيبي الصينيه ويجي تبعني للصالون. واخا لالا. لطيفة شحال شوخة؟ هادي ما تكون غير الغزالة ديالنا طيحت الصينية ذاتها. كيفاش وقع هادشي؟ الصينية ديالها طاحت ما شفتهاش بهاد النظاظر. النظاظر؟ شكون لبسهم لك؟ لا لا قالت لي لبسيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واش عباد الله أنت ملبسة المرأة النظاظر ديال الشمس في وسط الدار وبغيتيها ما تطيح الصينية؟ إوا صافي بغيتي أتاي حنا غادي نصوب واحد آخر. وأنا ختاش غنشرب هاد أتاي؟ ختاش غنشربو؟ ختاش؟ راه اللي دار فيك عقلو غيتسطى. حيدي اجي. ما جايش. اجي. لا لا تجيني في الراس غير بعدي مني. هنيتينا عجبك الحال؟ بقيت على خاطرك؟ سمحي لي ما درتش بالعنايه. صافي سيري 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 يلا 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 زيد زيد زيد. اختي لطيفة مالك؟ يا اختي راني غادي نحماق ما غادي يدوز عليا هاد الشهر حتى طرا ليا شي حاجه. الخدامه ياك هي على كاين شي حد من غيرها ومالك على حالك صيفطيها وتهناي. ويا صاحبتي كتقولي صيفطها بحالك ما عرفاش الظروف رانا مضطره صاحبتي. اشي وعلاش داركم ما جاوش يجلسوا معاك هاد المده؟ بابا الله يهديه قالك ما كيقدرش يفرق دارو. بغيت غير نعرف اش مقلقك هاد الخدامه. صاحبتي رانا خايفه من الراجل على ما سمعتيش هادشي اللي طاري. هذا هرب مع خدامته هذا تزوج خدامته وراه هادشي كيخلع. علاش معمره راسك بهاد الهضره؟ على زعما هاد الخدامه كاع احسن منك. واه هي ماشي احسن مني ولكن المخليه زوينه عاطيه العين. مالكم جالسين هنا؟ ما كاين ما يدان ياك ما عاوتاني موضوع الخدامات. ايوا موضوع الخدامات اللي كاين. الله يخليهم تانتيا. في الحقيقه انا قررت نبدا ندير شغل داري كله بيديا ونتهنى من هاد الخدامات كاع. في نظري المراه خصها تعري على دراعها وتقابل شغلها بيديها. يا صاحبتي كتهضري بحالك ما فاهماش الظروف كتهضري بحال التلفزيون. واش غنقول لك الله يحسن العوان. شتي هذيك الخدامه اللي عندي قبل ما تفيق من القلبه وتحس انني غايره منها ونمشي نحيد لهذوك حوايج الريكلام. عندك الحق بطلوا علينا هذا الموضوع خلينا نمشيو نشطوا شويه. والله الا عندها الصح ما نختي على هذه المشاكل. الخدامه ترى مشاكلهم ما تتقاداش. يلا اختي نمشيو نشطوا مع راسنا. وفين غنمشيو؟ نمشيو نقلبوا على خدامه. ويلي
مس الخير على لالا. مس الخير. ما جاش عبد اللطيف وإيمان؟ لا باقي ما جاش. شوفي سيري الله يخليك حيد عليا هاد الحوايج وحيد حتى داك النظاظر. واخا لالا الله يكثر خيرك. ما على راحة. كنت دايرة لي الغمة بهاد الحوايج. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ايوا كتعرفي ملي كيكون هذاك خيب السيفه هنايا عرفتي كنقول نشدي قاري عندي. حرام عليك يا ماما واجي غير على قبل ايمان. ايوا ايمان واخا وليني راه جني جني ما كيحملش يجنو. اجي 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 والله لا توحشك. توحشك الخير والربح. جلسي قولي. نعم. كي دايره مع هذاك خيب السيفه ديال راجلك؟ ما بقيتش كنديها فيه. غنبقى نهار كامل وانا كنتناقر معاه غنجيبها غير بصحتي. درتي خير. قولي وهاد المصبوغه ديال الزهره كي دايره؟ لا لا يا ماما غزاله ما كتخلينيش نحط يدي في الماء. كنتي شنو دايره مع ايمان؟ لطيفه يا بنيتي ردي بالك عاودني منك. لا لا ما تخافيش انا من داك الناحيه كوني هانيه. كنتي هاد اللطيف ما مخليالوش فين يتفافى. ايوا وعرفتي شنو؟ شنو على جيت هاد الصباح خطفت رجلي وجيت. علاش يا ماما؟ خالد الزهره انا جات لي عندي كتسول فيها. وشنو قلتي ليها؟ قلت وعرفتي ماما وعرفتك بقى محتاجه بها. قلت لها راهما سافروا جميع مشاو يفوجوا على قلبهم. ربي يخليك ليا ماما ربي يخليك ليا. لي خطك عليا وعرفتي غير انت اللي بغيت نوصيك عليه. لا تخليها شي تزهق بوحديها. لا 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 انا من داك الناحيه كوني هانيه ما كتخرج غير معايا ماما. وعرفتي عندك انت تجي تسول فيها وتوريها الدار. ابدا ولي ما انا حمقه والحصول انا غادي نمشي دابا. ويلي ماما عاد دخلتي؟ لا ويلي مو بك راه كيسايني. وغير كزدتي؟ لا ابدا خصني نمشي بحالي. واخا مالك شنو؟ ما تعطيني حتى حويجه. ويلي ماما والسيمانه اللي فاتت عاد عطيتك. ايوا واخا دابا حتى السيمانه الماجه ان شاء الله. وسلم على ايمان. سلم عليك الخير. سلامه. لا سي حميد هادشي ما عندي ما نقولو فيه راجل. ايوا اللي حشينا سي عبد اللطيف. نعم الله يخليك بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع. اه على الحسيب. لا اش محسيب الله يهديك. انا بغيت نتكلم معك على حاجه اخرى. تفضل اسي حميد تفضل. زعما في الحقيقه ما دارش ملي قلت الصوره. اه غير تفضل. انا بغيت نتكلم معك غير عليك البنت عندكم في الدار. ماذا كتعرفها؟ لا انا في الحقيقه ما كنعرفهاش. هي ومالها؟ زعما كما تيقولوا لا حياء في دين. نعم. زعما جيت على خاطرك بغيت نتقدم نخطبها. سي حميد هاد الهضره هادي ما تجيش تقولها لي انا خصك تقولها لدارهم. ايه انا عارف ولكن غير زعما قلت حيت انا ما تعرفش دارهم وهي ساكنه عندكم واش ممكن زعما انتم تدخلوا ليا. شوف الوحيد اللي يمكن يفك لك هاد اللغز هي لطيفه. ياك مزيان حتى هذا حل. واخا من واحد شويه نطلع عندكم الدار ونشوف مع لاله لطيفه. غير انت ما تعطلش مع اخت سالا تما لاله سالا اخت لطيفه هي اللي كتعرف. لا انا دابا جاي دابا واخا سيدي دابا جاي. اه انتم هنا؟ انا جبت لكم خبيره جديده. اش من خبر عاوتاني؟ حميد جار الله قال لك لاله بغا يتزوج بالبنت اللي عندنا هنا. جارنا بغا يتزوج بيها. اي هلال يا هلال شافها وعجباته ولقى البنت مأدبه ورزينه وتقيقنه وبحياها. ايه تستاهل مسكينه. الله جاب لها الله رزقها حتى لعندها. وانت اش دار لك لطيفه؟ ايوا هادشي ما كانش على البال. المهم انا اللي عليا انا قلتو وهو راه من دابا شويه غايجي. وراه خصنا نعلمو خالتها واخا انا ما كنظنش عبوش غادي تقبل. لطيفه كاع هذوك المخططات ديالك انت وماماك طاحوا لك في الماء. شتي انا وماما عارفين كيفاش نسلكوا راسنا كاع ما تخاف علينا. انا بعدا الحمد لله انني الله مصدع هاد الخدامه. ايوا صدعك انت جايبو راسك. انا بعدا كانت عاجباني ولكن بلا ما نضيع على سعدها. ها هو جا
لاباس؟ لاباس الحمد لله. شنو بغيتي اللي جيتي؟ بغيت لاله لطيفه. قول له يدخل. زيد. السلام عليكم. أهلا سيد لطيف. أهلا. لاباس عليك. مرحبا تفضل. تفضل. لاباس عليكم. لاباس حبيبي لاباس. لاباس الله يبارك فيك. كده امتى؟ الله يبارك فيك الحمد لله. المهم سي حميد. نعم سيدي. داكشي اللي قلتي لي انا راه وصلت لها وهي قدامك. يا كسي. ايوا لاله لطيفه اش ظهر لك؟ انا راه ناوي المعقول وسي عبد اللطيف جاي باش نتشاور معاك. ايوا هي في الحق اللي خصنا نتشاوروا معاها هي خالتها. ايوا ما قلتي حتى شي كلمه ديال العيب. عطوني العنوان ديال خالتها ولا نمشي عندها. وعلاش غتمشي حتى لعندها؟ اسيدي حنا غادي نعيطوا لها تجي حتى لهنا وديك الساعه نتفاهموا معاها. اللي درتو انا قابله ما كان حتى مشكل. ولكن وقتاش غتجي خالتها؟ داي اللي زربانه السي حميد. المهم هي غادي تجي يا سيدي. قول لي اختاش غادي نصيفطوا لها سناء وتقولها لخالتها وغدا تجي هي وماما. ايوا الله يجيبهم على خير. غدا تكون واجد؟ انا واجد حتى من دابا. انا موجود ما كان حتى مشكل. ايوا سيدي الله يجعل كلشي مبارك وسعيد. امين. وعندها الزهر. لا 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 اللي شافها كتعجبه. ايه مسكينة وما قاسات معاك انتي واختي لطيفة من نهار شفتوهم نتوما شادين معها الضد. ها هي دابا غادي تمشي وتهنيكم. ايوا دابا انا عاد غادي نتهنى الله وترجع ليا قانتي ويلي كانت خلعاني. المهم عندك تنسي ما تقوليها لخالتها راه خصها غدا تحضر عند لطيفة اختي. ايه استغفر الله حريرة هذيك ديال خالتها. عرفتي ما عنديش الوجه باش نتلقى مع هذيك المرأة. قلتها لك ماما قلتها لك وما بغيتيش تسمعي ليا. ها حنا وصلنا لها دابا وصافي صافي يا سناء اللي طلع عطاه مات الحوت وصلى عليه الخل. واشنو المعمول دابا؟ شنو المعمول؟ غنمشي عند خالتها ونقول لها جيت تشوف بنت اختك الا بغيتي تشوفها راه ما رجعوا من الصفر. تبارك الله عليك كلشي عندك ساهل ماهل داغي داغي كتلقاي الحل. المهم هاد الهضره ما تقوليهاش لها اليوم خلي حتى الغدا. انا لاش بيني وبينها نقول لها ولا تقول لي؟ انا غادي نلقبطها ونديها الباب دار لطيفه ونتهنى. ماما حرام عليك ما تقوليش غتخلينا مع الناس بوحدنا. ايوا واش غنقول لك الصبح يفتح مدبرها حكيم. يلا لقيتيني طالع عندك ياك. لاباس؟ لا لا ما كاين باس. أندرا سي عبد اللطيف تكلمت لي مع خالتها؟ راه في راسها وفي العشيه ان شاء الله تكون هناك اتفقنا. ان شاء الله اسيدي ما عندي ما يتسالكم عندكم كلمه واحده. شوف اللي عليك انت اجي في العشيه ان شاء الله وجد راسك مزيان باش تهضر مع خالتها وتفاهم معها باش داك الشيء يتم بخير وعلى خير ويكون حسن. اسيدي انا موجود. انا موجود حتى من دابا. ايوا ضرب الحديد ما حدش سكون. اسيدي لا خطيكم عليا حتى انا نمشي نيتي يلاه نوجد راسي. قلتي والبنت راه خالتك غتجي اليوم؟ قلتها له. دابا تلقاها مسكينه فرحانه في نهار واحد غتشوف خالتها وغتخطب. لا لا ما ظهر ليش فيها فرحانه ملي قلتها لها وهي غير كتخمم. هي كما بززتو عليها الراجل. ويلي وشكون غادي يبزز عليها؟ ايوا شنو اللي غيكون مخلقها؟ ما عرفت ملي سمعت الخبر تبدل فيها اللون. عرفتي اش غديرها؟ لطيف الله يخليك خليوها على خاطرها اللي بغات ديرو ديرو. بعد انا هاد الزواج راه جاني مزروب. يا لا لا اللي ليها ليها بغاتو غتقولها ما بغاتوش الراجل ما يبقاش تابعها. بلاتي نشوفها بعدا هي شنو بغات. عرفتي اش غديري؟ نوضو وجدو داكشي اللي غتحطو للناس ومن بعد يكون خير. هو توجد حالو ساهل. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا تفضل. الله يبارك فيك لاله لطيفه. ايوا علاش شقيتي راسك؟ ايوا انت مويا الخير هذه غير واحد الباروك ديال العروسه وخلاص. شكرا. تفضل سيدي مرحبا. بارك الله فيك. تفضل اخويا تفضل تفضل وجمع لي راسك. مالك اخويا حشمان مالك تشجع؟ ولا واه ما عنده لا شي حشم داركم هادي. بارك الله فيك لاله لطيفه. وبيني وبينك الزواج راه ما هو عيب ولا حرام. الله يكثر خيرك السي عبد اللطيف وسمحوا لي شقيتكم معايا. لا لا ما كاين حتى شي شقه. ها هما جاو. اها ماما هادي. لاله خدوش لاباس؟ لاباس. فين هما هادو؟ هما في الصاله.
خالتي كدرتي لاباس؟ لاباس بنتي. توحشك بزاف يا خالتي. توحشك الخير والرباح. سمحي لي يا بنتي جيتي عندي للدار وما لقيتينيش قالت لي الحاجه. جيت بزاف المرات. قول لي كيف دايره انت وكيف دايرين موالين الدار؟ لاباس زيدي دخلي عندهم الصاله زيدي دخلي. بسم الله. فين خالتي؟ فين يا عبوش؟ مرحبا بك. بارك الله بنتي. اش اخبار لطيفه بنتي؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يا الله. مباركم سعود. الله يبارك فيك. ماشي معاك انا كنهضر مع الراجل اللي مسقد. ها ماما سمعان. جلسي واخا انا نجلس. لالا عبوش كي دايره؟ ربي يخليك. كيف دايرين نتوما؟ الحمد لله. لالا عبوش. لالا عبوش هذا السي حميد صيفطنا عليك على ودو. على ودو؟ وشكون هو هاد السي حميد؟ عبوش تأناي هما غادي يقولوا لك شكون هو السي حميد وعلاش جا. انا في خبراش بلي جاي نخطب. تخطب؟ وشكون اللي غادي تخطب؟ هو لالا عبوش ما كاين ما يتخطب. السي حميد جارنا راجل طيب وولد الناس. الله يعمر هذا. هادي شحال من عام هو ساكن حدانا عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه خايبه. ولكن انا بناتي كلهم زوجات مع اللي ما نعطي. ويلي يا عبوش الله يهديك غادي يخطب منك بنت اختك. بنت اختي هي لالا عبوش الزهره. الزهره هي لالا عبوش الزهره. اش بغيتو عندها؟ الزهره غادي نزوجوها لحميد جار بنتي لطيفه. ولكن يا حبيبتي راه بنت اختي مزوجه وعندها وليداتها. مزوجه؟ قولي انت واش مزوجه بصح؟ الله يغصبك انت مزوجه وما تقول لها لنا شيء. ما كيسحابليش هاد المسألة كتهمكم وزيدون ما جاتش الفرصة فين نقولها لكم. ولي استغفر الله علاش ما تقوليش للناس بلي راكي مزوجة؟ خفت نقولها لهم ما يبغوش يخليوني عندهم. ملي جيت عندك اخالتي وما لقيتكش ما بقيت فين نمشي. كان عليك تقوليها لنا. ايه كنت تقوليها لهم. وشوف البنت مزوجة وما قالتها ليناش. اجي وتشوفوا معنا يا ناس ما